كما تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى رئيس الوزراء حفظه الله برقيه تعزيه ومواساه من الجنرال بارايوت تشان او رئيس وزراء تايلاند وذلك في وفاه صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رحمه الله عرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته.